مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر بعنوان اعتقال شخص ببوجدور تورط في قتل شقيقه بطريقه جد بشعه. جاء مشاهدينا في مضامين هذا الخبر. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في القتل العمد في حق شقيقه وإضرام النار عمدا بغرض إخفاء معالم هذه الجريمة. وكانت مصالح الشرطة بمدينة بوجدور قد باشرت صباح اليوم إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 22 سنة بعد العثور عليها وهي تحمل آثار للعنف، وذلك في أعقاب إطفاء حريق عمدي شب بمنزل أسرته بحي التنمية بنفس المدينة. قبل أن تظهر الأبحاث الأولية، تعرض الضحية للقتل العمد المتبوع بإضرام النار عمدا قصد إخفاء معالم مسرح هذه الجريمة. وقد أسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن تحديد هوية شقيق الهالك باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، والتي تعكف حاليا الأبحاث على تحديد أسبابها وخلفيتها قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الدوافع وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.